مرحبا، اليوم بدنا نكمل بموضوع مستنبتات خلايا حيوانية اللي بدنا نحكي عنه بالدروس السابقة. احنا موجودين اليوم بالفصل الأول من الكتاب، هذا الدرس الثاني من الفصل الأول من الكتاب. موضوع اليوم هو أنواع مستنبتات خلايا حيوانية، تنمية مستنبتات خلايا حيوانية، تنمية مستنبت في معلق، نقل مستنبت في معلق، عمليات نقل رح نحكي عنها وأهدافها، ومقارنة بين مستنبت خلايا ملتصقة على أسطح صلبة وبين مستنبتات في معلق. الحديث عن خلايا حيوانية، مستنبتات خلايا حيوانية، والحديث عن تنمية مستنبتات خلايا حيوانية، وبالأساس المشكلة الأساسية تبعته كيف ذكرنا بدروس السابقة هي أنه بمعظم الحالات خلايا حيوانية لا يمكنها أن تنمو كخلايا معلقة في مستنبت، وبالتالي يجب تنميتها على أسطح صلبي، خلايا حيوانية تلتصق على أسطح صلبي وتبدأ بالانقسام والتكاثر، والأمر هذا بحد من إمكانية تنمية كميات كبيرة من الخلايا بحجوم صغيرة من المحاليل. راح نتطرق لهذا الموضوع بدرس لاحق، ولكن في بعض الخلايا الحيوانية اللي ممكن تنميتها كخلايا معلقة في محلول، بمعنى خلايا حرة تتحرك بشكل حر بداخل المحلول. بهذا الدرس بدنا نحكي عن هاي الحالة، وبعدين نقارن بين مستنبت خلايا ملتصقة على أسطح صلبية وبين مستنبتات في معلق. فتنمية مستنبت خلايا حيوانية في معلق نعني بها أن الخلايا الحية تنمو كخلايا منفصلة عن بعضها، تسبح أو تتحرك بشكل حر بداخل المحلول. وإذا ملاحظين بمعظم الرسومات اللي إحنا بنحط المحلول لونه أحمر بسبب تركيبته، لأنه بيحتوي على سيروم دم من حيوان. مستنبت خلايا معلقة هو شكل تنمية مختلف ملائم لتنمية بعض الأنواع من الخلايا الحيوانية كخلايا دم، ليمفا، طحال، خلايا النخاع العظمي، وأيضا خلايا سرطانية. هاي الخلايا هي بجسم الإنسان هي موجودة كخلايا معلقة في محاليل بمجرى الدم، وبالتالي هاي الخلايا اللي بتقدر تتواجد في وسط سائل وتتكاثر، تنمو وتنقسم بهذا الوسط السائل. تنمو الخلايا معلقة في محلول سائل وتكون منفصلة عن بعضها وتتحرك نتيجة لخلط خفيف ومستمر، لأنه كثافة الخلية هي أعلى بقليل من كثافة الماء. تذكروا أنه كثافة المحلول المائي اللي فيه الخلايا تنمو، محلول الوسط الغذائي، هي شوي أعلى من 1 من منطلق أنه المحاليل المائية فيها مواد مذابة، وبالتالي كثافتها بتكون شوي أعلى من 1، ولكن كثافة الخلية أعلى من كثافة المحلول المائي لأنه فيها عضيات ومكونات اللي هي نوع من أنواع الحالة الصلبية أو أقرب إلى الحالة الصلبية من الحالة السائلة، وبالتالي كثافة الخلايا أعلى بقليل. وإذا تركنا الخلايا بدون تحريك هذه الخلايا راح تترسب، وهي واحدة من الطرق اللي بيقوموا فيها بفصل الخلايا عن محاليل الوسط الغذائي بنهاية عملية مثلا إنتاج، كيف راح نشوف كمان شوي. بيتم ترسيب الخلايا لأنها أثقل أو كثافتها أعلى فتترسب إلى الأسفل، وعادة لتسريع عملية الترسيب تستعمل عملية الطرد عن المركز بجهاز السنتريفوجا. ولكن خلال عملية التنمية لمنع ترسب الخلايا يجب تحريك، وهنا المهم الخلط يكون خفيف لمنع هدم الخلايا اللي عم بيتم تنميتها. عدد الخلايا الناجي في معلق أكبر بكثير من عدد الخلايا الناجي في تنمية على سطح صلب، وبحجم معين ممكن تنمية كميات أكبر بكثير من الكميات اللي ممكن تنميتها
بمستنبتات على أسطح صلبي. زمن الجيل طبعا بتغير، زمن الجيل للخلايا هو تقريبا نفس النوع، نفس زمن الجيل كيف قلنا بين يوم ليومين، طبعا بيختلف من نوع خلايا خلية واحد للتاني، بس بشكل عام هو زمن جيل طويل. ولكن كمية الخلايا اللي ممكن نحصل عليها بفترة زمنية معينة بداخل محلول كخلايا معلقة بداخل محلول أكبر بكثير، والخلايا بتقدر تستغل أفضل بكثير الوسط الغذائي في توفير بالوسط الغذائي، لأنه الخلايا الملتصقة على أسطح صلبي تكون طبقة واحدة على السطح الصلب، وهاي الطبقة طبعا مقدرتها على استهلاك المكونات الغذائية من الوسط السائل هي بس القريبة إلها، فمعظم محلول الوسط السائل مش عم بيتم استغلاله كيف لازم. عملية التحريك كيف ذكرنا تمنع ترسب الخلايا وتمكنها من الحركة العشوائية داخل وسط التنمية. عملية التحريك هدفها طبعا بالإضافة لذلك تحريك الأكسجين بشكل إنه والمركبات الغذائية بشكل يخلينا نحصل على محلول متجانس من حيث تركيز الأكسجين والمكونات المختلفة للوسط الغذائي، وبالتالي كل الخلايا الموجودة بالمحلول عم تحصل على نفس التركيز من المركبات الغذائية ومن الأكسجين. الخلايا بهاي الحالة تنقسم وهي معلقة بداخل المحلول ولا تحتاج إلى الالتصاق بأسطح صلبي كيف لازم يصير بمعظم أنواع الخلايا الحيوانية. معظم أنواع الخلايا الحيوانية عشان يتم تنميتها خارج الجسم لازم هاي الخلية تلتصق على سطح صلب تنبسط ومن ثم تبدأ بالانقسام، وبالتالي بس السطح الخارجي تبعها يتعرض لمركبات الوسط الغذائي، ولكن السطح الملتصق بالقسم الملتصق بالسطح الصلب اللي هي تقريبا شوية أقل من نص الخلية لا يمكنه الحصول على الغذاء، وبالتالي كمية الغذاء الخلية عم تحصل عليها نجاعة دخول الغذاء للخلية والأكسجين بيكون أقل من الخلايا المعلقة. بهاي الحالة لا يوجد مشكلة بأنه بالحصول فقط على مستنبت أحادي الطبقة لأن الخلايا منتشرة بكل المحلول، ولا يوجد إعاقة ناتجة عن التلامس بين الخلايا، فالخلايا ممكن أن تنمو وتتكاثر إلى أن تستغل معظم تركيبة الوسط الغذائي، أو عندما يصل تركيز واحد من الإفرازات الضارة اللي الخلايا بتفرزها للمحلول لتركيز اللي بيبدأ يؤدي لموت الخلايا، وعندها تكاثر الخلايا يتوقف. إذن كيف قلنا عندما يصبح تركيز الخلايا عدد الخلايا لوحدة حجم، هاي المقصود بتركيز الخلايا، عادة بنقول مثلاً في عندي مليون خلية للمليليتر، بمعنى أنه بالمليليتر الواحد في عندي مليون خلية، فتركيز الخلايا اللي هو عدد الخلايا وحدة حجم في وسط التنمية لما يصير مرتفع جدا تبدأ بالتكون تكتلات من الخلايا، يعني الخلايا تبدأ بالتقارب لبعض، وبالتالي ممكن أن تبدأ بالالتصاق نتيجة لتكوينها لألياف بروتينية تؤدي لالتصاقها معا. هذا الأمر قد يؤدي إلى خفض وتيرة النمو لأن الخلايا الموجودة داخل التكتلات لا تحصل على كميات كافية من الغذاء والأكسجين وعندها تتوقف عن التكاثر، ولمنع ذلك يجب وقف عملية يجب الامتناع من الوصول لهذا الوضع، فتكتلات الخلايا تؤدي لوضع اللي فيه توجد خلايا موجودة بداخل هذا التكتل، وبالتالي المكونات الغذائية الموجودة في الخارج من الصعب أنها توصل للخلايا الموجودة بالمركز، وهي الخلايا تتوقف عن التكاثر وقد تموت، وبالتالي من المفضل وقف العملية بهاي المرحلة. وسمن نحكي على الضبط كيف مقصود وقف العملية. تركيز مرتفع من الخلايا يؤدي أيضا إلى انخفاض بكمية المركبات الغذائية والأكسجين، ولا ارتفاع بتركيز مواد
ضارة تفرزها الخلايا. انخفاض واحد من المكونات الغذائية لوضع اللي فيه الخلايا، بطلت كل الخلايا تحصل على هذا المكون المركب، هذا معناه انه جزء من الخلايا مش عم تقدر تقوم بعملية بالحصول على الغذاء تبعها، وبالتالي ستتوقف عملية تكاثرها وقد تموت ايضا. الاكسجين هو كمان تركيزه ممكن ينخفض نتيجة لتكاثر الخلايا، لانه كيف نعرف انه الاكسجين كغاز ذائبيته كغاز كجزيئات غازية اللي لا تكون أربطة هيدروجينية مع الماء، فذائبيته بالماء جدا منخفضة. أعلى تركيز من الأكسجين بالماء ممكن نوصله هو 10 ميلي جرام للليتر بلوس مينوس، أو 10 بي بي ام، والشي بيتعلق بدرجة الحرارة بوجود مواد مذابة أخرى بالمحلول. فالعشرة ميلي جرام للليتر ممكن إنها تكون كافية لعدد معين من الخلايا بتركيز معين من الخلايا. تعدي هذا التركيز بيعني انه الاكسجين المذاب المحلول غير كافي. طبعا ممكن كل الوقت احنا نغني المحلول باكسجين اضافي بواسطه عمليه ضخ الهواء للهواء المعقم لداخل المحلول، مما يؤدي الى اذابه متواصله للاكسجين بالمحلول وتعويض عن الكميه اللي الخلايا عم تستهلكها. ولكن اذا وصلنا للوضع اللي فيه وتيره إذابة الأكسجين نتيجة لضخ الهواء بالمحلول صارت أقل من استهلاك الخلايا للأكسجين نتيجة لوصول لتركيز مرتفعة، هذا سيؤدي إلى أنه كمية الأكسجين بدها تبدأ تقل بالمحلول، وهذا بده يؤدي لأنه جزء من الخلايا مش عم تحصل على كمية أكسجين كافية. بالإضافة لهيك كيف قلنا في إفرازات مختلفة اللي بتقوم فيها الخلايا نتيجة لعمليات الأيض اللي بتحدث بداخلها، جزء من هاي المواد راح يتغير تركيز درجة البي اتش بالمحلول، تركيز الأملاح بالمحلول، وجزء من هاي الإفرازات قد تكون مواد سامة للخلايا نفسها، وبالتالي لما نوصل لتركيز أملاح غير ملائمة أو درجة بي اتش غير ملائمة أو تركيز مادة تفرزها الخلايا اللي هي سامة للخلايا، هذا الأمر سيؤدي إلى بدء موت الخلايا أو الحد من تكاثرها. طبعا التغيير بتركيز البي اتش ناتج بالأساس عن إفراز ثاني أكسيد الكربون من الخلايا، ولكن في كمان مواد أخرى للخلايا بتفرزها. للمحافظة على درجة بي اتش ثابتة تقريبا على طول عملية التنمية يستعمل محلول بوفر، اللي هو محلول يتم تحضيره من حامض ضعيف والملح تبعه أو قاعدة ضعيفة والملح تبعها، اللي بحافظ على درجة بي اتش تقريبا ثابتة حتى إذا أضيف حوامض أو قواعد لحد معين من الكميات، ولكن نتيجة لإفرازات متواصلة من مواد حامضية من المحاليل هذا الإشي ممكن يؤدي لتغيير بدرجة البي اتش بالرغم من ذلك. وبالتالي عند الوصول لوضع اللي فيه تركيبة الوسط الغذائي نتيجة للعوامل اللي إسه ذكرناها بطلت ملائمة نمو الخلايا نتيجة لنقص بواحد من المركبات الغذائية، نتيجة لنقص بالأكسجين، نتيجة لارتفاع بتركيز واحد من المواد السامة، تغيير درجة البي اتش، تغيير بتركيز الأملاح، نتيجة لواحد من هذه التغييرات ممكن الخلايا تتوقف عن النمو، وعندها يجب قبل ما نوصل لهذه المرحلة توزيع الخلايا ونقلها لأوساط غذائية جديدة. فبهاي الحالة من وقف عملية التنمية بنستخلص الخلايا من المحلول، بنحضر أوعية جديدة تحتوي على محاليل جديدة طازجة، وننقل الخلايا لهاي الأوعية الجديدة، بنقسم الخلايا لأقسام وبننقلها للأوعية، كل قسم ننقله لواحدة من هاي الأوعية، وبالتالي هيك خففنا عدد الخلايا بكل واحد من الأوعية الجديدة. يعني مثلا إذا عملنا العملية بوعاء واحد
أوقفنا العملية، عدد الخلايا وصل لتركيز معين اللي لازم نوقف العملية لأنه الخلايا بطلت تقدر تتكاثر، نأخذ الخلايا ومنقسمها لخمس أوعية جديدة، فبالتالي بنكون خففنا تركيز الخلايا، وبالتالي بكل محلول من المحاليل الخمسة لسه الخلايا بدها تبدأ تتكاثر تتوصل يوصل تركيزها للتركيز اللي بيؤدي لتوقف نموها نتيجة للتغييرات اللي بتصير بالوسط الغذائي، ومن ثم بنقوم بنقل الخلايا من كل وعاء لكمان أوعية جديدة لخمس أوعية جديدة أو عشر أوعية جديدة بتعلق بتركيز الخلايا اللي عم نحصل عليه. إذن هاي العملية بنسميها عمليات نقل وتوزيع لمستنبت الخلايا الحيوانية المعلقة. نفس الأمر بنعمله بالخلايا الملتصقة على أسطح صلبي، ولكن بالخلايا الملتصقة على أسطح صلبي بحاجة لعمليات نقل أكثر من الخلايا المعلقة، لأنه الخلايا الملتصقة على أسطح صلبي خلال فترة زمنية أقصر بكثير تسيطر على كل الأسطح الصلبي، تكون طبقة واحدة على كل الأسطح الصلبي، وبالتالي يتوقف عملية تكاثرها حتى بالرغم من أنه الوسط الغذائي ما زال مناسب لنموها. وبالتالي عمليات النقل هذه تتم بوتيرة أكبر من بحال الخلايا اللي بيتم تنميتها كخلايا معلقة بمحلول. فتوزيع مستنبتات الخلايا إلى أوساط غذائية جديدة يساعد على منع موت الخلايا نتيجة للدخول لمرحلة الثبات ومن ثم لمرحلة الموت، استمرار تكاثرها وتجديد الوسط الغذائي، تغيير التخلص من الفضلات اللي الخلايا أفرزتها والحصول على تراكيز مرتفعة من المركبات الغذائية اللي بحاجة إليها في عملية النمو. في عملية النقل إلى محاليل جديدة من الوسط الغذائي لا يتم استعمال إنزيم تريبسين كما هو الأمر مع الخلايا الملتصقة على أسطح صلبي كيف ذكرنا بدروس سابقة، لأنه بهذه الحالة الخلايا غير ملتصقة بألياف بروتينية لا لبعضها ولا للأسطح الصلبي، فلا يتم لا حاجة لاستعمال إنزيم تريبسين، لا يوجد ألياف بروتينية التي تلصق الخلايا لأسطح صلبي. يتم تقسيم الخلايا ونقلها من وعاء التنمية إلى عدد من الأوعية التي تحتوي على محاليل وسط تنمية جديد، وعدد الأوعية اللي بننقله إلها بتعلق بتركيز الخلايا اللي حصلنا عليه. بهاي الطريقة يتم تخفيف هذا التركيز للبدء بعملية التكاثر من جديد. مراحل توزيع مستنبت خلايا حيوانية معلقة: فصل الخلايا عن محلول وسط التنمية السائل، وفي هذه الحالة يتم نقل المحلول مع الخلايا إلى أنبوب جهاز الطرد عن المركز. أنبوب جهاز الطرد عن المركز، جهاز الطرد عن المركز هو جهاز اللي فيه نحط أنابيب تحته على السائل اللي بدنا نفصل مكونات عنه، عادة هاي مكونات اللي كثافتها أعلى من السائل، ويبدأ هذا الجهاز سنتريفوجا بعملية دوران للأنبوبة، والمواد اللي كثافتها أعلى من كثافة السائل تبدأ بالترسب إلى الأسفل بعيدا عن مركز الدوران، فتتجمع الخلايا في هذه المنطقة من المحلول. سكب السائل العلوي: بنهاية العملية يتم سكب السائل العلوي حيث أن السائل العلوي لا نحتاج إليه وهو يحتوي على مكونات أفرزتها الخلايا إلى آخره. خلط الخلايا المترسبة بحجم محدد من وسط تنمية طازج، تحديد تركيز الخلايا بواسطة مايكروسكوب أو خلية عد، جهاز عد، وتخفيفها بمحلول وسط تنمية للحصول على التركيز المطلوب، ومن ثم توزيع معلق الخلايا على محاليل جديدة. نتوقف بهذه المرحلة، نأخذ استراحة مدتها 10 دقائق ونتابع موضوعنا بعد الاستراحة.
إذن أهلا وسهلا فيكم بعد الاستراحة. قلنا بنهاية عملية الفصل بواسطة السنتريفوجا عشان نقدر نوزع المحلول اللي فيه الخلايا المعلقة، المحلول الجديد اللي فيه الخلايا المعلقة اللي أخذناها من الجهاز السنتريفوجا عشان نوزعه على الأوعية الجديدة. لازم نكون عارفين قديش التركيز الأولي تبع الخلايا عشان نقدر نتأكد إنه الفترة الزمنية اللي إحنا بدنا ننمي فيها الخلايا قبل عملية النقل الإضافية، لأنه بعملية التنمية في راح نقوم بعدة عمليات نقل عشان نوصل لكمية الخلايا المطلوبة. بكل عملية قلنا بناخد الخلايا موجودة بوعاء بمحلول تنمية وصلت لتركيز اللي خلى الظروف تصير غير مناسبة لأنها تستمر بالنمو والتكاثر، عشان ننقلها لأوعية جديدة من وعاء لمثلا 5 أو 10 أوعية جديدة، بنعمل سنتريفوجا بننقلها من عاود لمحلول جديد بنخففها بمحلول جديد، وعشان نتأكد انه عدد الخلايا موجود عندي هو عدد الخلايا الصحيح بنقوم بفحص تركيز الخلايا. فحص تركيز الخلايا بيتم بطريقتين أساسيات، بدنا نذكر لسه الطريقة الأولى بعدين بنشرح الطريقة الثانية. بالطريقة الأولى هي عد الخلايا بالمايكروسكوب، الطريقة الثانية هي فحص ابتلاع الضوء بجهاز سبكتروفوتومتر، لأنه الخلايا هي غير مذابه بالمحلول، الخلايا هي أجسام موجودة بداخل المحلول اللي بتأدي لعكر بالمحلول، بتمنع تحرك الضوء بشكل من خلال المحلول، وكل ما كان تركيزها أعلى كل ما بيزور الضوء أو انعكاسات الضوء أو عدم استمرار الضوء بخط مستقيم بداخل الخلية بيكون أعلى، وبالتالي بنقدر نفحص هذا الاشي بجهاز سبكتروميتر. والعلاقة بين ابتلاع الضوء وتركيز الخلايا بتكون علاقة طردية. ولكن قبل ما نفحص نحكي عن هاي الطريقة، الطريقة الثانية هي عد الخلايا بمايكروسكوب ضوئي. مايكروسكوب ضوئي احنا مبدئيا بالعين، عن طريق المايكروسكوب بالعين بنقدرش نشوف الخلية، ولكن عن طريق المايكروسكوب الضوئي اللي مكون من عدسات اللي بتكبر وبالتالي بنقدر ساعتها نشوف الخلايا مثل مكبر بس مكون من عدسات اقوى اللي بتكبر لعدة مرات، بنقدر نشوف الخلايا. بنحط وحدة زجاجية بنسميها وحدة عد، مكونة من 9 مربعات كبيرة متماثلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. المربع المركزي مقسم إلى 25 مربع صغير ويستعمل لعد الخلايا، وأحيانا يتم استعمال باقي المربعات أيضا لعد الخلايا. والهدف من المربعات الصغيرة الموجودة هي أنه نقدر إحنا بالعين نحدد نعد الخلايا بدون ما نغلط، يعني الخلية نبدأ من المربع الصغير الموجود على الشمال، إذا في خلايا أكثر المربعات الأصغر ونتقدم بهذا الشكل لليمين ولتحت ولآخره، فهيك نضمن أنه ما نعدش الخلية لأكثر من مرة. مساحة كل مربع كبير، كل مربع المشار له بالأحمر هون مساحته 1 ملليمتر مربع، ولما بنحط السائل على القطعة الزجاجية هاي بنغطيها بقطعة زجاجية إضافية، السائل اللي بينحبس بين القطعتين الزجاجيات ارتفاعه 10 ملليمتر، فالسائل اللي بيحتوي على الخلايا اللي حطيناه على القطعة الزجاجية وحدة العد وسكرنا عليها بقطعة زجاجية إضافية، سمك هذا السائل هو 10 ملليلتر، وبالتالي مساح حجم السائل الموجود بداخل المربع الواحد، المربع الكبير الواحد، هو 10 ملليمتر مكعب، اللي هو 1 على 10 آلاف، يعني 10^-4 ملليلتر أو سنتيمتر مكعب. لذلك فإن تركيز الخلايا للمليلتر الواحد يساوي عدد الخلايا في المربع الواحد ضرب 10^4. ليش؟ كمان مرة، لأنه المربع الواحد حجمه 10^-4 مليلتر، فإذا بدنا نحسب قديش تركيز الخلايا بوحدات عدد خلايا للمليلتر، هذا معناه أنه
بعد ما عدينا عدد الخلايا بالمربع الواحد، نفرض طلع عندي 10 خلايا بالمربع الكبير الواحد، يعني في عندي 10 خلايا بعشر القوة ناقص 4 من المليلتر. عشان نعرف قديش في بالمليلتر لازم نضرب 10 في 10,000، فبيطلع عندي 100,000. ساعتها بنقول في عندي 100,000 خلية بالمليلتر الواحد، أو أحيانا بنكتب مليلتر للقوة ناقص واحد. بدنا نشوف إسا فيلم قصير اللي بيوصف لنا كيف بتتم عملية عد الخلايا. A hemocytometer is a device that is used for counting cells. It's a modified microscope slide containing two identical wells or chambers into which a small volume of cell suspension is pipetted. We have already removed 100 microliters of our cell suspension and placed it in a microcentrifuge tube. Dilute the suspension by adding 100 microliters of Tri-Pan Blue. Tri-Pan Blue is a dye that helps us distinguish between living and dead cells. The dye passes through the membranes of dead cells, so they will appear blue under a microscope. Living cells exclude. إذن الهدف من استعمال المادة الزرقاء تريبان هي مادة صبغية لونها أزرق اللي بتمر من خلال الغشاء أغشية خلايا ميتة. خلايا اللي ماتت أغشيتها تحللت أو بدي فيها يتكون ثقوب، فهاي المادة الصبغية بتمر من خلالها، وبالتالي عشان نقدر نفرق بين الخلايا العايشة وهذا اللي احنا بدنا إياه والخلايا الميتة، لازم نصبغ الخلايا الميتة وبالعد ما نعدش هاي الخلايا. فهاي الهدف من عملية الصبغ هون. And will appear mostly clear. Load both chambers by pipetting the suspension under the cover slip. Now place the hemocytometer under the microscope. This is an example of an artifact. We won't include it in our احنا الباحثة وضعت بخلية العد كمية معينة من المحلول اللي بيحتوي على الخلايا بعد ما زادت عليهن الصبغة، وفي عندها أخذت خليتين عد عشان تقدر تقارن بيناتهن، وبديت تعد بشكل اللي فيه الخلايا اللي هي فيابل هي الخلايا العايشة، والخلايا النون فيابل هي الخلايا الزرقاء. فالخلايا الزرقاء هي بتعدهاش بتحسبهاش بين الخلايا العايشة. فعملية الاشي اللي هي شايفته قدامها اسا بالمايكروسكوب نشوفه. In the four large corner squares and the center square. Let's count the cells in the first square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what about the cells that are touching the outside boundaries of the square? إذن كيف شايفين هاي اللي بحثي شايفته تحت الميكروسكوب، هذا المربع والمربع الأحمر اللي فرجيتكم إياه بالصفحة اللي قبل فيه مربعات صغيرة، واللي بهذا الشكل بيكون أهون لعد الخلايا. فحالياً في عندها بالمربع هنا 8 خلايا، بينما بالخلايا اللي لونها أزرق فيش ولا خلية، فعشان هيك كل الخلايا الموجودة عندها هنا هي خلايا عايشة. In our lab, we count the cells that touch the top and left boundaries, and we ignore the cells that touch the right and bottom boundaries. 9, 10,
we need to count the number of both living and dead cells. Remember, the dead cells will appear blue. Occasionally, you will see artifacts, objects or debris that appear blurry and don't have a well-defined shape. This is an example of an artifact. We won't include it in our count. Proper storage, cleaning, and handling of the hemocytometer will minimize the number of artifacts. There are 10 viable cells and one non-viable cell in the first square. Now, the top right square. There are 9 viable cells and no non-viable. على الخلية العد في عندنا كيف قلنا 9 مربعات كبيرة والباحثة بتنتقل من مربع لمربع وكل مرة بكل مربع بتحسب قديش عدد الخلايا بالمربع الواحد العايشة بتعمل بالنهاية معدل وكيف قلنا بتضرب ب 10,000 وهذا الاشي اللي بدنا نشوفه بالحساب اللي عملته cells from all 5 squares is 54. The total number of non-viable cells is 3. Now that we have counted our cells, بنهاية عملية العد عدت بالمجمل 54 خلية عايشة 3 خلايا ميتة. There are several calculations we need to perform. First, let's calculate the percentage of viable cells. Here's the formula. 54 viable cells divided by 57, the total number of cells, gives us 0.947. Multiply by 100, and the percentage of viable cells is 94.7%. Next, let's determine the average number of cells per square. We counted 54 viable cells. We divide 54 by 5 because we counted in 5 squares. The average number of cells per square is 10.8 cells. عدت الباحثة 54 خلية بخمس مربعات بالتالي عملت معدل طلع عندها 10.8 بالمعدل بالمربع الواحد طبعا بهاي الطريقة دقة الشغل تبعتها بتكون أعلى لأنه بدل ما تعد بس بمربع واحد ويكون في عندها أخطاء هون عدت بخمس مربعات فالنتيجة بتكون أدق بالحساب اللي عملته فوق عملت عدد الخلايا العايشة على عدد الخلايا الكلي العايشة والميتة وقدرت تعرف قديش نسبة الخلايا اللي بقيت عايشة Now let's calculate the dilution factor. The dilution equals the final volume divided by the volume of cells. Our final volume is 200 microliters because we started with 100 microliters of cells and added another 100 microliters of trypan blue. 200 divided by 100 is 2. Therefore, the dilution factor is 2. Next, we need to calculate the concentration of viable cells, the number of living cells per milliliter. Our average count per square is 10.8. The dilution factor is 2. 10.8 times 2 times 10 to the fourth power equals 216,000. إذا قامت بعملية تخفيف قبل ما تبدأ بعملية العد لازم تضرب بشيء بنسميه فاكتور تخفيف. فاكتور التخفيف هو الحجم النهائي بعد التخفيف على الحجم اللي أخذته قبل التخفيف يعني مثلا إذا بعملية التنمية أخذت محلول 10 مليلتر حجمه اللي فيه عدد خلايا معين وزادت عليه مي عشان يتخفف لحجم نهائي وسط تنمية لحجم نهائي 20 مليلتر إذا بدها تعمل 20 على 10 يساوي 2 هذا بنسميه فاكتور التخفيف وبالتالي بتاخذ النتيجة اللي طلعت عندها عدد الخلايا بالمربع الواحد معدل عدد الخلايا بالمربع الواحد ضرب فاكتور التخفيف ضرب 10 القوة 4 كيف قلنا 10 القوة 4 لأنه المربع الواحد حجمه 10 القوة ناقص 4 مليلتر والنتيجة بتكون بهاي الحالة مثلا 216 ألف
خلية بالمليلتر الواحد. يعني كل مليلتر واحد من المحلول التنمي اللي عندها موجود عندها بنهاية عملية التنمية بيحتوي على 216 خلية. إذا نأخذ على سبيل المثال سؤال: نمى باحث مستنبت خلايا حيوانية معلقة من أجل توزيع الخلايا بعد ارتفاع تركيزها، قام بفصل الخلايا بالطرد عن المركز ثم خلطها بوسط غذائي جديد حجمه 100 مليلتر وفحص تركيزها باستعمال وحدة عد. وجد أن عدد الخلايا في المربع المركزي هو 60 خلية. ما هو عدد الخلايا في 1 مليلتر من المحلول الجديد المخفف؟ إذا يريد الباحث الجواب بده يكون 60 في 10,000 10 قوة 4 هو 600,000 خلية بالمليلتر. هاي بعد التخفيف. وإذا كان بده يعرف قبل التخفيف لازم يعرف قديش الحجم الأولي، فنفرض أنه من أجل توزيع الخلايا بعد ارتفاع تركيزه قام بفصل الخلايا بالطرد عن المركز ثم خلطها بوسط غذائي. نفرض أنه الحجم الأصلي اللي أخده الباحث قبل عملية السنتريفوجا كان 10 مليلتر. إذن فاكتور التخفيف هو الحجم النهائي 100 على 10 ويساوي 10. إذن تركيز الخلايا قبل التخفيف كان بالمحلول التنمي قبل التخفيف كان 600,000، هذا الرقم ضرب فاكتور التخفيف 10. يريد الباحث توزيع الخلايا إلى أوعية جديدة بحيث يحتوي كل وعاء على عدد خلايا مساو ل 6 ملايين خلية. ما هو عدد الأوعية الذي سيحتاج إليه الباحث؟ تذكروا أنه تركيز الخلايا هو 600,000 خلية بالمليلتر. عند الباحث في 100 مليلتر وبده ال 100 مليلتر هدول يوزعهن على عدد معين من الأوعية بحيث أنه عدد الخلايا بكل وعاء يكون 6 ملايين. فطريقة الحساب بدها تكون 600,000 عدد تركيز الخلايا بالمليلتر ضرب 100 مليلتر لأنه الحجم اللي عنده 100 مليلتر، تركيز الخلايا بالمليلتر ضرب الحجم بوحدات مليلتر بعطينا عدد الخلايا الكلي. إذا عدد الخلايا الكلي والمطلوب هو نعرف قديش عدد الأوعية اللي بحاجة إلها، فبنعمل عدد الخلايا الكلي على عدد الخلايا المطلوب بالوعاء الواحد بيطلع لنا النتيجة 10 أوعية. طريقة أخرى لتحديد تركيز خلايا هي بفحص كمية العكر بواسطة سبكتروفوتوميتر. فبهاي الحالة بناخد جهاز اللي فيه عنده مصدر ضوئي بوجه شعاع ضوئي بطول موجة معين عن طريق المحلول، ومن الجهة الأخرى في عندي مجاس اللي بيقيس شدة الضوء اللي عم توصله. كل ما عدد الخلايا بالداخل المحلول كان أكبر كل ما توزيع الضوء باتجاهات مختلفة بيكون أكبر، وبالتالي كمية الضوء اللي عم تتحرك بشكل خط مستقيم لاتجاه المجاس بتكون أقل. هذا الجهاز بنسميه سبكتروفوتوميتر، وبجهاز سبكتروفوتوميتر كل ما ابتلاع الضوء كان أعلى هذا معناه أنه في عدد خلايا أكبر. في إمكانية أخرى أنه نفحص تشتيت الضوء بأن المجاس يكون موجود بزاوية معينة، وبالتالي كل ما شدة الضوء المشتت كان أعلى هذا بيعني تركيز الخلايا بيكون أعلى. منقوم ببناء منحنى معياري بإعداد محاليل بتركيز خلايا معروفة، نأخذ محلول اللي فيه عدد الخلايا لوحدة حجم معروف، منقوم بعمليات تخفيف مختلفة وهيك منحضر محاليل بتركيز معروفة. كل محلول منقيس ابتلاع الضوء فيه ومنرسم رسم بياني للعلاقة بين ابتلاع الضوء وتركيز الخلايا، بيطلع عندي خط مستقيم. ومن ثم محلول المجهول اللي عندي اللي تركيز الخلايا فيه مش معروف منقيس ابتلاع الضوء تبعه، وبحسب المنحنى المعياري اللي بيعطيني معادلة خط مستقيم نقدر نحدد من ابتلاع الضوء اللي هو واي تركيز الخلايا اللي هو اكس. بهاي المرحلة بدنا ننهي درسنا. منتابع موضوعنا
باللقاء الجاي. فشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.